في عهده ايضا حادث هام وهو عمل الميرون المقدس الذي احتفل به قداسة البابا كيرلس سنة 67، وكان مر مدة طويلة على الميرون ما كانش اتعمل. ابريل عام 1967، في اليوم الاول في اسبوع الاذان، في الكاتدرائيه المرقسيه الكبرى بالقاهره، يجتمع اساقفه الكنيسه القبطيه الذين جاءوا من كل مكان من انحاء مصر واثيوبيا والسودان حول قداسه البابا كيرلس السادس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه، ليحتفلوا باعداد الميرون المقدس، الوشيجة الروحية التي تربطهم بعصور المسيحية الأولى أيام الرسل. إنها المرة السادسة بعد العشرين التي يعاد فيها إعداد هذا الميرون المقدس على مدى 20 قرنا من تاريخ الكنيسة القبطية. ودا قداسة البابا كيرلس السادس يحيط به رجال الإكليروس أثناء صنع الميرون المقدس. إن الفكر لا يذهب به بعيدا، يطوي القرون والأحقاب ليلتقي بسلفه العظيم مؤسس الكنيسة المصرية القديس الشهيد ماري مرقس. واليوم يكرر البابا كيرلس نفس الطقوس ويتلو نفس الصلوات وهو يعد الميرون المقدس لرعايا الكنيسة. المسيح إلى أبنائه في مصر والحبشة.